استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإليزي من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. وخلال هذا اللقاء تطرق جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي بشكل مطول للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وسجل تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص. كما عبر قائد البلدين عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعرب عن ارتياحهما في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لا سيما السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. ويعكس غنى وتنوع وحيوية هذه الشراكة الاستثنائية الأساس المتين لعلاقة استراتيجية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وقد جدد جلالة الملك الدعوة لرئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة دولة للمغرب. Thank you.